السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن سقطت الدولة العبيدية بمصر سنة 567 هجرية ولم يصبح للشيعة دولة تمثلهم أو يأوون إلى ظلها. على الرغم من ظهور بعض الحكام الشيعة في دولة التتار، إلا أن التشيع لم يكن شعار الدولة، وظل الأمر على ما هو عليه حتى استطاع إسماعيل بن حيدر الصفوي أن يكون دولة جديدة للشيعة في منتصف الهضبة الإيرانية، وذلك سنة 907 هجريا. وكان إسماعيل الصفوي شديد التشيع والتعصب، سفك دماء قرابة المليون مسلم سني من أجل فرض التشيع الاثنى عشر على سكان البلاد، واستعان على ذلك بالعصبية القبائلية لقبائل الكوزلباش التركية، حتى استطاع أن يجبر سكان البلاد للتحول للمذهب الشيعي بعد أن كانوا على السنة. وكان إسماعيل الصفوي شديد السطوة والبطش والإرهاب. اتبع إسماعيل الصفوي سياسة التمدد الشيعي المذهبي، فعمد إلى نشر التشيع في البلاد المجاورة لدولته، وهذه السياسة جعلته يصطدم بقوة عظمى قائمة وقتها، هي الدولة العثمانية التي كانت تعتبر زعيمة العالم الإسلامي السني وقتها، بعد أن ضعفت دولة المماليك وذهب ريحها. وهذا الصدام جعل إسماعيل الصفوي يتجه إلى مخالفة البرتغاليين الصليبيين الذين كانوا ناصبون مسلمين العداء الشديد، بل لهم طموحات صليبية غير مسبوقة، ودخل في حلف معهم ضد العثمانيين. والرسائل المتبادلة بين إسماعيل الصفوي والبوبارك قائد الأساطير البرتغالية، والطريق حفظها قواسم تعار في تاريخ الصفويين عموما، والشاه إسماعيل خصوصا في هذه الفترة اعتلى كرسي السلطنة في الدولة العثمانية رجل قوي هو السلطان سليم الأول. وقد رأى سليم الأول الخطر الصفوي وحليفه البرتغالي يحيط بالمدينة النبوية ومقدسات الإسلام ويهدد حدود الدولة العثمانية الشرقية، ورأى التوسع القسري للمذهب الشيعي يزحف على أرض العراق والأناضول، فقرر القيام بعمل قوي وحازم إزاء هذه التهديدات الخطيرة التي تحيط بالأمة الإسلامية. بدأت الحرب الكلامية بين سليم الأول وإسماعيل الصفوي على شكل رسائل خشنة تهديدية بين الرجلين. دعا فيها سليم الأول إسماعيل الصفوي للدين الصحيح ونبذ التشيع والكف عن إزاء المسلمين وأهل السنة، وإسماعيل يتمادى في غيه ويتهزأ بسليم الأول بأن أرسل إليه بهدية من الأفيون قائلا: أعتقد أنك تكتب خطاباتك تحت تأثير هذا المخدر. استعد السلطان سليم الأول لمعركة حاسمة مع الصفويين، فبدأ أولا بحصار الشيعة الاثني عشر المؤمنين للصفويين فيه وأعدمهم يعني حتى لا يبقى للصفويين جواسيس بالمنطقة، ثم استدعى أحد أفراد أسرة أقوى ينالو، وهي الأسرة التي كانت تحكم إيران والعراق قبل ظهور الصفويين، وحثه على الاشتراك معه في القتال، فوافق وانضم بجنوده. نقلت العيون لسليم الأول أن الشاه إسماعيل الصفوي ينوي تأخير القتال إلى فصل الشتاء حتى يهلك العثمانيين جوعا وبردا، وأن إسماعيل قد انسحب إلى داخل صحراء يسكما على حدود أذربيجان. فأرسل سليم الأول بجيوشه الجرارة قبل فصل الشتاء حتى وصل إلى صحراء جلديران، واحتل الأماكن الهضبية مما أمكنه من السيطرة على ميدان المعركة. وفي يوم 2 رجب 920 هجريا انقض سليم الأول بجيوشه كالصاعقة على جيوش الصفويين، فمزقهم شر ممزق، وفر إسماعيل الصفوي من أرض المعركة كالفأر المذعور. وواصل سليم الأول سيره حتى احتل تبريز عاصمة الصفويين وجعلها مركزا للعمليات الحربية. وقد أسفرت هذه المعركة عن ضم شمال العراق وديار بكر إلى الدولة العثمانية مع شيء وسيطرة المذهب السني في أسيا الصغرى وانحصار المذهب الشيعي في إيران وحدها. ولقد كشفت هذه المعركة عن وجود علاقة وثيقة وتنسيق كامل بين الصفويين والبرتغاليين ألد أعداء الإسلام الذين تحركوا لين انشغال العثمانيين بقتال الصفويين وأحكاموا سيطرتهم على كافة الطرق القديمة بين المشرق والمغرب. شكرا لكم، ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والاشتراك في القناة ودعمنا بلايك.